أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم تحية النعمة والسلام والمحبة في اسم ربنا يسوع المسيح. عندي كلمة اليوم لألك، وهاي الكلمة مأخوذة من رسالة روميا إصحاح 12 آية 21: لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. والعنوان اليوم اغلب الشر بالخير. اليوم يعني معظم الناس متفقة انه كل اللي عم نشوفه حوالينا شر، أزية، عنف، قتل، أمراض، أوبئة، شرور. اليوم انت بتعلم الناس انه يعملوا الخير مش يتعلموا الشر. ولكن واحدة من صفات وسمات آخر الأيام انه الناس رح تكون شريرة، وطبعا من القلب الشرير يخرج طبعا الكنز الشرير. من فضلة القلب يتكلم اللسان، والقلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. من القلب طبعا تخرج الأفكار الشريرة والزنا والفسق والعهارة والكبرياء وكل الخطايا الكبيرة والصغيرة. وهنا الرسول بولس عم بيعطي تشجيعات للمؤمنين، ولسيما في أوضاع صعبة جدا. بقول في آية 9: المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. وبعدين في آية 19: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. وهم بيتكلم عن غلبة، بيتكلم عن نصرة. من السهل إن الإنسان يرتكب ويمارس أعمال الشر، من الأصعب إن الواحد يمارس أعمال الخير. وهي الأعمال مش على أساس إن الناس تشوفها، ولا إنك أنت تعيش برياء، لأنه بقول وأما المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. عارف يعني ممكن واحد ممكن يقوم بأعمال خيرية بس من جوا قلبه نجس، ومن جوا قلبه شرير. واحنا محتاجين ننتصر على روح العالم، نظام هذا العالم الشرير الفاسد اللي كله نظام ضد تعليم وقيم وأخلاقيات المسيح. فبقول اغلب الشر بالخير. اليوم اعمل قرار في حياتك انه دايما تصنع خير. شوف مين فيك تساعده، كلمة حلوة، رسالة حلوة، اي شخص محتاج. انت بتكون في الدكان بتشوف انه واحد فعلا عاوز يشتري حاجة ومش قادر يشتريها، فانت اسنده، ساعده، اعمل خير. زور المرضى، زور الناس التعبانة، زور الناس اللي ما حد بزورها. اسأل على المحتاجين، اسأل على الناس اللي بتمر في صراع، بتمر في ظروف صعبة جدا. الناس اليوم عم بتمارس كل أنواع الشرور. الخير بيغلب الشر، والمحبة بتغلب الكراهية، والمسامحة والغفران بتغلب كل ضغينة وكل حقد موجود في الإنسان. حتى الكتاب يقول لا تنتقموا لأنفسكم. في داخل إنسان في شيء أنا عاوز لأوريه، عاوز أثبت له، عاوز أنتقم لأنه أنا اتأذيت وأنا اتجرحت. اغفر، لأنه أنت بالغفران أنت بتتحرر، تخرج من السجن اللي موجود أنت فيه، حتى لو استقبل أو لم يستقبل الشخص الآخر هذا الغفران. فأنا بصنع خير من خلال الغفران، من خلال المحبة، من خلال أعمال خيرية، من خلال أنه حياتي تكون صورة مطابقة لشخص الرب يسوع المسيح. ودعوتي لكل شخص اليوم، روح اعمل خير اليوم، شوف شخص محتاج واعمل معاه خير، والرب هو اللي رح يكافئك، والرب هو اللي شايفك
رح يجازيك علانية. ربنا يباركك، وشارك هذا الفيديو مع الآخرين. الرب يكون معك.